عندنا ليت الراس هذا في شركة نيتشر هايك. ليت الراس هذا اخذ 3 بطاريات تربل اي قوته حول 150-120 لومنز، اقصى مدى له 70 متر، وزن الليت 46 جرام يعني خفيف على الراس. عليه كفالة سنتين مثل ما مسجل هني. الكفالة هذه من المصنع وماشي عندنا، يعني مثل ما كفلون المصنع كل كياس سنتين. شوف العلامات هذه، خفيف الوزن، مقاوم للماء، ضد الثلج لدرجة حرارة، شوف ضد التجمد، سعره جدا مناسب وقوته جدا مناسبة. من الأشياء المميزة فيه طريقة تصعيد وتنزيله، شوف مريح، والرابر هذا عريض فيريح الراس، تقدر تطول القصر على راحتك، جدا جدا مريح الراس. الحين راح نجرب الليت مع بعض. بسم الله. هذا على مسافة تقريبا 4 متر، شوف ما شاء الله مسفر الطوفة كلها. هذا على إضاءة، نجرب الأقل، هذا النص وهذه إضاءة من الأساس. الحين راح نجرب قوة الإضاءة على بعد ما نجرب. الحين أنا حاليا في الطوفة تقريبا 4 خطوات، 5 خطوات، 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 يعني حاليا انا مسافه كان ابعد اللي صورنا فيه تقريبا على مسافه خلينا نقول 40 متر 30 متر. ليت حصلنا على مقاييس الاستخدام.